الجهات وتوجهات الحكومة في نحن ندعم الجيل القادم، ندعم فئة مهمة في المجتمع. احمد سلام عليك. سلام ورحمه الله وبركاته. شو اللي دشنا اليوم هذا؟ شو الحدث؟ الله يسلمك. اليوم اطلقنا مبادره منزلي. نعم. المبادره هذه برعايه دائره الاراضي والاملاك. نعم. تهدف الى اطلاق منصه شفافه في تقديم العروض. نعم. العقاريه مع خطط الادخار مع شريك الصكوك الوطنيه. فنحن الله يسلمك نهدف الموظفين الشباب خاصه. نعم. حتى انهم الشباب كلهم شباب وحتى كبار، لكن نحن حاليا نركز على لا انت تعرف منهم اسف صغيرنا زين. فنحن الله يسلمك نبقى الكل يستفيد من المبادرة هاي. نعم. هي موجودة على منزلي. نعم. دوت اي اي، تشوفون الاسم ورانا. نعم. منزلي دوت شو اي اي. يهدف إلى شو بالضبط؟ هو أول شيء يحاول يجمع المطورين العقاريين المعتمدين الأقوياء في السوق يقدمون. نعم. عروض مميزة. نعم. وتنزل على منصة اسمها حاسبة منزلي. نعم. الشخص يدخل بيانات رئيسية لو كم عنده دخل الحينة وكم يقدر يوفر كل شهر. نعم. وبضغطة زر السيستم راح يحسب العقارات اللي تتناسب معه ومع دخله. مع دخله، بحيث إنه أخ أحمد نحن قبل ما نكمل هالمواضيع كلها إن شاء الله إذا الله راد بنسير هاي ما شاء الله مذيع وهذا فنان وهذا ما شاء الله خوز عنها. المهم أقول لك بنسير جدا الشاشة الإلكترونية. أول شيء بنقوم زيارة مكتبين، من عقب ما نزور المكتبين أو نقابل شخصين بنسير جدا الشاشة وبتقوم لنا بالشرح. شو رأيك؟ بالضبط، حاضرين. مهم. بارك الله فيك. مشكورين. مدير عام المبادرة الأخ سامي. هلا أخوي أبو محمد، هلا نورتنا اليوم. الله يحفظك. الله يحفظك. شو بتفيدنا؟ والله طال عمرك اليوم أطلقنا المبادرة من دائرة الأراضي والأملاك. المبادرة هاي تساعد شريحة عريضة من الشباب اليوم اللي تملك منزلهم. نعم. أنت مثل ما عارف اليوم العروض وايد في السوق، الناس مو بعارفة من وين تشتري، الناس مو بعارفة وين تحط. إلا إن كل دقيقة ظهر مطور الناس تشتتت أفكارها. بالضبط. ما بعرف على شو يعني تركز. فنحن أطلقنا هالمبادرة مع الدائرة، تم اختيارنا كمستشار استثماري عقاري أول في الدولة. ما شاء الله. بنقدم نصائح واستشارات عقارية للشريحة عريضة من المجتمع. نعم. بحيث أن نساعدهم في عملية الادخار وعملية تملك منزلهم والانتقاء. بالضبط. حبك ربك. سلام عليكم. حياك الله. كيف حالك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. اول شيء تعرف الجماعه بس. راشد محمد احمد ابو ابراهيم. والله مرحبا. الله يسلمك. بخير الحمد لله. بنعمة الله يسلمك. مجموعه طرف هذا المدخل الرئيسي. نعم. لدائره الاراضي والاملاك. نعم نعم. وشيء اول ما تدخل يجيك المكتب هذا. نعم نعم. ميلس. هذا المكتب طال عمرك لقدامى الدلالين. نعم. لان احنا بنعرف كلمه الدلال يعني هي. القبلي عرفت شو قايل؟ نعم. هذا هو هني. يسوي لهم اي مكان يتقهون فيه ويجتمعون ويستوي البيع والشراء اللي عنده خارطه واللي عنده كذا يتباحثون. وهذا المكان طال عمرك هذا المكان اللي. نعم. عندك هذا اللي يبغى يشرب كوفي وبعد يجتمعون بعض الدلالين. نعم. الاجانب وكذا يجتمعون هني البروكريه يعني البروكر باللفظ الجديد اللي عندهم ثري هول وان ثري هول يرجعون في المشاريع. هذا المكان موجود هني. هذا المكان وهذا طبعا الاستقبال. هذا الاستقبال. نعم. نعم. كلها والجماعه حيل. وهذه انطلاقه المبادره. نعم. هي المبادره اللي هي منزلي، مبادره منزلي دائره الاراضي والاملاك. وهاي اللي تشوفونهم ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي العده اللي عندهم بروشرات والاوراق. وها ما شاء الله الشباب، حد موظف وحد من شرق وحد من غرب وحد. نعم. يعني الله يحفظهم ان شاء الله. بنشوفك اليوم. الله يشرف مقدارك ويحفظك ويبارك في حياتك. سامر كيف حالك؟ شوف انا توني صورت الجماعه هاي المتفيزرين، هالتفيزير الفنانه وكلهم على اساس انهم يعني مطورين. نعم. انزين اعمار وين موجوده فيهم؟ هني تحصل عروض كلها من اعمار ومن مطورين اخرين. نعم. بس اعمار بشكل اساسي. نعم. انا اريد اعرف معلومات عن اعمار. اعمار اليوم اعمار من اكبر المطورين المعتمدين. تعرف اعمار لهم سمعتهم في السوق. نعم. كم نسبتهم في دبي؟ ما شاء الله الحين اعمار وصلت 70% مغطين في السوق. تبارك الرحمن. الحمد لله. ونحن اعمار الشريك رئيسي في المبادره وعندنا عرض حصري. نعم. في المبادره من اعمار فقط لمنزلي.
شو هو؟ رسوم التسجيل 50%. نعم. بالإضافة إلى ما تقدمه إعمار أوردي من خصومات على رسوم التسجيل. نعم. يعني إذا هم معطين 50% خصم. نعم. عندنا 100% من إعمار. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. محمد سلام عليك. عليكم السلام. سمعت اخبار وايد جميله عنك. الحمد لله. الحمد لله. قلت من اقدم الدلالات اللي موجوده في اماره دبي الحبيبه. الحمد لله. شو تفيديني؟ شو بتعطيني من المعلومات؟ ان شاء الله ما عليهم قصور شيء. الحمد لله رب. نعم. العالمين. اداره الاراضي ما عليها قصور. الحمد لله رب العالمين. كل شيء موفر لكم؟ اي كل شيء الحمد لله. ما مقصرين. ما مقصرين. امور طيبه. طيبه طيبه الحمد لله. الحين ضروري تعرف المسويات عندي رمسه ضروريه. صح. وايد ضروري. محمد. نعم. الحين هالريال منو اللي بيصور ويانا يعني هذا محمد الشحي. هذا شو يشتغل؟ يشتغل في الدائره. ما ادري شو يشتغل والله. اي زين. انا ما اسالهم الله يبارك فيهم ان شاء الله. الله يسلم. زين اقول لك شو الحين شو اكثر وقت مشى البيع والمشترى للسنين هذه ولا السنين اللي قبل؟ اللي قبل وايد. اي والاسعار شو اخير؟ اللي قبل. لا الفايده المجنجو والبيزات القوازي الحباصي نفس الشيء هو. أكثر الأول لو حينة؟ لا أول قبل والله. شيء عاد أنت متدخل من البيزات الأولية؟ لا لو طارن الحمد لله كلها طارن. ويا العيال الحمد لله. الله يحفظهم إن شاء الله. وياك إن شاء الله. وتأكلين إن شاء الله من نفعهم إن شاء الله. إن شاء الله بارك فيك إن شاء الله. سلام عليك. عليك السلام ورحمة الله. زين أنا بخير. الحين تداوم التهني؟ هي أداوم في دائرة رضا الله. شو الشغلة؟ والله مسألة قد فردية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. عندي مبلغ معين وابغي ادخل استعمل الموقع مالكم مال تطبيق منزلي. جميل. طريقه وكيف؟ اول شيء الموقع هو عباره عن www.manzili.ae. نعم. كل شيء تحتاجه تحط بياناتك الرئيسيه اسم الموبايل والايميل. نعم. وتحدد كم عندك حاليا. نفرض عندك 150,000. نعم. و10,000 اللي تقدر تدخرها شهريا من دخلك. نعم. ضغطة زر واحدة وراح تطلع لك كل المشاريع اللي تتناسب بالضبط مع وضعك المالي واللي تخدمك بحيث انك ما تتعب عمرك وتقعد تدور. تطلع لك لستة وانت من عقبها تختار شو اللي يناسبك وتدخل على التفاصيل بشكل اكبر. مثلا هنا بعد الخيار هذا حاليا المشروع اللي يتناسب مع وضعك المالي 50,000 و10,000 شهري. نعم. هذا حاليا اللي يتوفر معك. خلينا نقول عندك مبلغ اكبر. خلينا نزيد 0.1 بس. طبعا نحن لو اضفنا صفر راح يكون المبلغ 1,500,000. نضيف الخيارات اللي تتناسب معك اكثر. راح تنزل خيارات معنا اكثر. هاي تتناسب مع وضعك المالي. فانت تختار مثلا العروض اللي عليها عروض لان في عروض خاصه في منزلي. نعم. يعني تضغط هنا على منزلي راح تطلع لك عروض اللي هي بالازرق. نعم. عروض منزلي. سبحان الله اكثر شيء مسوي عروض هي عمار. ما شاء الله. وعاطي خدمات اكثر شيء طبيعي. ما شاء الله. نعم. عمار طبعا موجوده ويانا على المنصه 70% مبيعات ما شاء الله. اي نعم. ومغطي 70% مساحه الدوله. ما شاء الله. اللهم لك الحمد. فالحين اللي يبغى ياخذ قرار في الخيار ممكن يخسر. خلينا نقول يضيف الاشياء اللي هي عيبتنا مثلا هالمشروع وهالمشروع ويبغى يقرر عقب. راح تطلع لفوق هني اللي هي الخيارات اثنين يراجع عقب وياخذ القرار عليه. والله عيبني هذا. ابغى معلومات اكثر يدخل اكسبلور وياخذ معلوماتك. طبعا الموقع موجود باللغتين العربي والانجليزي فسموح. طبعا مبادراتنا تاخذ ثلاث جزئيات. الجزئيه الاولى هي المنصه الالكترونيه اللي هي تقدم كل العروض. نعم. اللي شفتوها انتم في الموقع. نعم. اضافه لهالشيء نحن عندنا اهم شيء نشر الوعي. نحن نبغى ننشر الوعي بخصوص الاستثمار العقاري. نحن نمر في مرحله جدا جميله اللي يبغى يشتري عقار. وكثره العارضين وكثره اللي يقولون نحن فحين اللي هم يكون عنده عقار ويبغي يتملك عقار يجب ان اول شيء يستند الى مرجعيه. لازم تكون مرجعيه. من وين يتاكد منها؟ طبعا المبادره هاي برعايه الاراضي والاملاك. نعم. ونحن مثل ما قلنا احنا نوجه الرساله لكل المسؤولين اللي حابين يقدمون دورات توعويه لموظفينهم في مجال الاستثمار العقاري. احنا لك كامل الاستعداد نقدم دورات توعويه لاي حد ولاي دائره في اي مكان وفي اي اماره. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشكور. ويسايرين المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية. مايد المري كيف حالك؟ خير سهالي سرك الحالة. الله يحفظك ويبارك فيك. تشرفنا اليوم بأن شفناك وشفنا هالدائرة العريقة وهالمكان المميز. يشرفنا ويسعدنا حضورك في إدارة الأراضي والأملاك. يعني الله يحفظك ويبارك في حياتك. الله يسلمك. تحس بعراقة، تحس بالانتماء، تحس أنك تنتمي إلى هالبلد من تسمع مكتوب دائرة الأراضي والأملاك. الله يسلم. نعم. يلا الله يرفع شان. يا مرحبا بكم. شانها من دار. الله يسلم. مدير التنفيذي لقطاع التسجيل الأخ مايد.
يا مرحبا بكم. انزين اللي حين عنده اي استفسار او اي تسجيل او اي شيء لازم يجي المبنى. نحن الحمد لله بفضل القيادة الرشيدة وتوجيهات شيوخنا نقدم الخدمات خدمات التسجيل والخدمات العقارية في أكثر من 25 موقع برا الدائرة ما شاء الله. بالإضافة إلى التطبيقات الذكية كل خدماتنا اليوم أصبحت 80% من الخدمات موجودة على التطبيقات الذكية، نسهلنا على الناس وسهلنا إجراءات التسجيل العقاري والإجراءات إجراءات الخدمات العقارية كلها متوفرة وين ما يسيرون في البلاد متوفرة. نعم الله يبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله، يطرح البركة في مسعاكم ويبارك لكم إن شاء الله في هالدائرة المميزة الله ويخليك الله. وسامحنا خدنا من وقتكم والجماعة ما قصروا وودنا نجلس وياكم أكثر لكن أنتم ناس مشغولين ونحن نستأذن. الله يسلمكم يحفظكم. جمشيد جمشيد هذا المصور مالهم ما شاء الله تبارك الرحمن، صدري يدفع بن محمد هذا يوم يقولك صدري يدفع بن محمد يطرون هذا الصدر. جمشيد how are you in which part in India؟ كيرلا ما شاء الله that's why you are ما شاء الله فنان. the meaning of جمشيد لا you have to know no 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 not إيراني ولا الله قال جمشيد. جمشيد هذا يوركشير ما شيء يوركشير سفاح يوركشير ولا غلط سيميلر يوركشير يا ربي محمد يلا حميد الشامسي في التسجيل والتوثيق تفضل. مرحبا شو طابو محمد. طابو شو ابو محمد الطابو في البدايه الدائره كانت اول ايام ايام الستينات والخمسينات اول ما بدت نعم. كانت ما تسمى دائره الاراضي الاملاك كانت تسمى الطابو نعم. اليوم تعرف تغيرت اليوم الامور اصبحت اليوم الهيئات والوزارات والدوائر نعم. فاليوم تغير من مسماها الطابو السابق الى اليوم اصبحت دائره الاراضي الاملاك ما شاء الله. انزين والحقيبه هذوب العرب كلها صح. وخدمه ما ادري شو انا ما اعرف شيء عنها. الحقيبة الإلكترونية اليوم المبايعات أكثرية تتسجل في الدائرة نعم. كانت في السابق الآن أصبحت في مكاتب ومناء الخدمة نعم. فاليوم البايع والمشتري يسيرون للمكتب وينتقلون ويسجلون المبايعة. اليوم الدائرة سوت هذه الخدمة أن اليوم يستطيع البايع والمشتري أنهم يطلبون هذه الخدمة إلى مكتبهم الخاص أو إلى المنزل أو إلى المنزل أو إلى المكان اللي هم يبغونه. المهم نعم. أنه يكون في مكان عام أو مكان رسمي. شو اسم الخدمة؟ الحقيبة الإلكترونية ما شاء الله. فهي تكون جميع الخدمات مثل ما قلنا ابو محمد الخدمات كلها تكون موجوده في الحقيبه هاي نعم. فاليوم المتعامل يسجل اجراء كامل ويستلم الملكيه في وقته وهو جالس من بيته من بيته من المكان اللي هو فيه. فاليوم الموظف ينتقل للمكان اللي هو فيه ويسجل المبايعه بشكل كامل نعم. فاليوم البايع والمشتري يصير الدفع يصير التدقيق على المعامله يصير تسليم الملكيه في نفس الوقت حتى ان كانت حرمه في بيت تبى تبيع ولا تبى تشتري في المكان اللي هي تبى نوصل له. اذا الحرمه ما مثلا تبى اللي بيجيب الشنطه تبى حرمه ما تبى ريال نقدر نوفر له حرمه توصل لين بيته وتاخذ الاجراء عنه. وحتى الحريم اذا ما يحب الريال يتكشف عليه نطرش لهم حرمه نعم. تاخذ الاجراء عنه وتسوي لهم اياه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيك. شكرا الله يحفظك. ما شاء الله عليك والله ما طحل للشيء الفنان اللي ما شي شرات بالدنيا العودة. طالت عماركم أنا حاليا موجود بوي في ميلس اسمه ميلس الطابو وهاي البوي الجماعة ميلسين في هالمكان من 40 سنة. 40 سنة بالله عليك. نعم ديناصور احنا ديناصور ما عليك بس شو بتفيدنا الحين هالمكان شو شهد من الصفقات المهمة اللي يبى يبيع ويشتري هنا نحن في هالمكان نعم ونعطيه سعر السوق بعد نعم. شو فايدك عيال انت؟ نحن تجار نشتري ونبيع او ان نتوسط في صفقات عقاريه. ما شاء الله ما شاء الله وموجودين حبيبه من المواطنين يتعلم نعم. نعلم. جزاكم الله خير ما تقصروا. وهذا كله موجود في وين؟ في اداره الاراضي دبي. نعم وفي القسم هذا اللي هو ميلس الطابو. هذا ميلس الطابو على ما تشوفون الفهيدي هذا ها هذا هو ميلس الطابو واللي يباع اسعار الاراضي صح يقولون له في دوران يهني. نعم نعم هنا. شكرا جزيلا مع السلامه شباب. مشكور اي شباب اي شباب من 40 سنه وانتم متفزرين.